السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد، بسعد معكم دايما. تسريبات للحرس الثوري، القضاء على شمخاني، وأيضا لرجاني كمان جاي على الدور. واضح جدا أنه تآكل النظام الملالي من الداخل، وأنه سقوط بيت الشيطان الأصغر، وإن الأفاعي في الحرس الثوري الإيراني تأكل بعضها البعض. الغرض إزاحة كل ما هو قوي في النظام الملالي للتمهيد لمجتبى أو مجتبي، لأنه أصبح في شخصيات مهمة جدا لابد من إزاحتها، وإنه هناك صراعات وقوة دولية تريد أن تصعد بعض من المعتدلين، تصعد لرجاني، ممكن شمخاني، ولكن هنا في أمور كتيرة جدا داخل تآكل النظام الملالي. الحقيقة أنه من يومين ثلاثة كنت أنا ليا السبق الحمد لله في الحديث عن تسريبات لاتهام علي رضا أكبري اللي هو نائب وزير الدفاع، وإن هو من ضمن المقربين لسكرتير الأمن القومي شمخاني، علي شمخاني. بعد منها بيوم ابتدت قناة العربية الحدث ابتدت تسلط الضوء على الموضوع دوت، وانه تم اتهامه وتم تسريبات من القضاء، وانه متهم بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية. الاحداث تسارعت جدا، وانه حصل تصريحات، وابتدت الأنظمة النظام المالي من الداخل سواء من الاطلاعات أو من الحرس الثوري ابتدت إن هي تسرب أخبار ليها أغراض، مش الكشف عن يعني الجاسوسية وتم الحكم عليه بالإعدام علي رضا أكبري، ولكن كان في أغراض أخرى هنعرفها في سياق الحلقة. لو عجبك المحتوى عزيزي المشاهد، اعمل إعجاب بالحلقة وشير في الجروبات واشتراك في القناة. نكمل حديثنا عن حدث مهم جدا داخل إيران. أنا عملت حلقة سابقة وكشفت عن الموضوع دوت، وبعد منها ابتدت وكالات الأنباء تتكلم، وبعد منها قناة الحدث العربية، وبعد منها حتى الصحف والمواقع العالمية ابتدت تتكلم، وابتدى تسريب من الداخل الإيراني. طب إيه الغرض يعني إيه الغرض من الحرس الثوري والاطلاعات، والأول مرة تحصل لأول مرة تحصل إن الاطلاعات اللي هو الاستخبارات الإيرانية تصدر بيان لاتهام علي رضا أكبري بالجاسوسية، وإنه صدر عليه حكم بالإعدام. الحقيقة إنه في تلميحات أيضا من ناحية تانية من الحرس الثوري بالتسريبات بتاعت الحرس الثوري بنية توريط علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني. ليه؟ لأنه في ظل المحاكمة وانه القضاء اصدر بيان، وده الاول مره تحصل، لكن هو تم القبض على علي رضا اكبري اللي هو نائب وزير الدفاع، وان هو كان مطلع على اسرار الدوله، وان هو كان مطلع على اسرار كبيره جدا، وكان في احد الزيارات ليه، ده تبقى لكلام القضاء الايراني اللي هو تابع للحرس الثوري والنظام الملالي، إنه فذهب علي رضا أكبري إلى السفارة البريطانية لطلب تأشيرة، وهناك تم تجنيده. ليه؟ لأنه هو يعني تحت إيده معلومات، وأنه هو يقدر يتحصل على معلومات تهم الاستخبارات البريطانية، وخاصة في مجال الاتفاق النووي، وهم عايزين يعرفوا تفاصيل أكتر. من هنا ابتدأ عملية استقطابه طبقا لزعم القضاء الإيراني. ولكن هنا الأمر هنا زاد بأنه حصل تسريب صوتي تحصلت عليه قناة بي بي سي باللغة الفارسية من علي رضا أكبري، وأنه تم القبض عليه منذ عام تقريبا، وأنه هو منذ 10 أشهر تم تعذيبه بصورة كبيرة جدا، تسريب من لعلي رضا أكبري نفسه. التسريب ده تحصلت عليه البي بي سي البريطانية بس باللغة الفارسية، وقال إنه تعرض لتعذيب كبير جدا، وإنه حكم بمحاكمة ظالمة كبيرة جدا، وإنه
لم يتم استئناف الحكم، يعني تم إصدار الحكم عليه بالإعدام ومفيش استئناف، والكلام دوت ما ينفعش، يعني لازم يكون في استئناف، وإنه تعرض للتعذيب أكتر من 3500 ساعة تبقى لي موقع خاص بالقضاء البريطاني، خاص بالقضاء الإيراني، نقلا عن البي بي سي الفارسية، وإحنا شايفين الصور، وإنه تعرض لتعذيب كبير جدا وتعذيب وحشي، وإنه أجبر على ان هو يعترف باعترافات مغايره للحقيقه، وان هو جاسوس لصالح الاس اي اس البريطانيه. في الاخير انه دي الاخبار اللي تم توريط علي رضا اكبري بيها بالجاسوسيه. هنا توقفت بريطانيا، لا، متحدث باسم الخارجيه البريطانيه تدخل وقال لك احنا بنطالب بوقف الاعدام لعلي رضا اكبري، وان اسرته اللي موجوده في بريطانيا تنال رعايه كبيره جدا. من ناحيه تانيه، تطور الأمر مساء أمس أن وزير الخارجية البريطاني تدخل في الأمر وقال أن احنا نطالب بالإفراج الفوري عن علي ووقف الإعدام والإفراج عن علي رضا أكبري. طب هنا بريطانيا عايزة تدي صورة أن هي تهتم بالشخص ده لأنه كان يعمل لصالحها، ولا الأمر أنه هو لعبة السلطة السياسية وتكسير العظام داخل إيران؟ الأمر هنا في تكسير عظام. الحرس الثوري لما يجي يطلع وأنه هو يشير إلى أنه الحرس الثوري هنا أشار لنقطة مهمة جدا في تسريبات خاصة ليه هو عن طريق الصحف اللي بتعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. أشارت الصحف الموالية للحرس الثوري الإيراني أنه علي رضا أكبري كان دائم يتحصل على معلومات مهمة من علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني. الإشارة دي معناها أنه اللي جاي عليه الدور علي شمخاني، بل أزيدك من الشعر بيت، إن اللي جاي كمان في عليه الدور لرجاني وشمخاني، هدفان سياسيان لقضية تجسس ملفقة. الهدف منها الحرس الثوري بيقوم بالتنويه عن التخلص من الشخصيتين دول، التخلص منهم لأن الحرس الثوري عايز إن هو يعني يفرغ الساحة لي مجتبي خامنئي. وهنا بنعتقد اعتقاد مهم جدا ان سكرتير الامن القومي علي شمخاني ان ايامه باتت معدودة، وتسريبات يعني للانتهاء منه ده كان واضح جدا، وانه الاشارة بتصريحات صحفية مسربة من الحرس الثوري انه علي رضا اكبري كان يتحصل على معلومات حساسة ديك من علي شمخاني، هنا إشارة لأنه هيتم توريط في قضية تجسس في الأيام القادمة لعلي شمخاني. في نقطة مهمة في أخبار تم تسريبها أنه بالفعل تم القبض على علي شمخاني، بل أن في أخبار أخرى بتتكلم عن أن في شخصيات غير متوقعة تشمل اسم رئيس سابق لإيران ممرش عليه سنوات كتير، يعني بيتم اتهامه بالجاسوسية، وإن هم هيتم النظام الملالي والحرس الثوري بيقوموا بإزاحة كل من هو هيقف أمام مجتبي. ليه؟ لأن هم عندهم معلومات إن فيه من الشخصيات دي ممكن اللي هو يجي بالتوافق مع الغرب. النظام وضع أسماء معينة للتخلص منها وابتدى فعلا يجيبها، والتسريبات بتؤكد كده، وإحنا هنسلط الضوء أكتر على الموضوع ده لأن الموضوع ده مهم جدا، لأنه دي مرحلة تكسير العظام داخل إيران، تآكلهم، يعني الأفاعي داخل بيت الشيطان بتأكل بعضها. وده طبعا لما بيبقى فيه صراع داخلي بيبقى واضح جدا أن البلد دي بتنهار، وأن هي هتاخد لها سنين عقبال ما تقوم تاني، وكل ده يعني في الطريق الى يعني ان هم عايزين يجيبوا مجتبي، ان هم لا، ده في شخصيات تانية اخرى عايزه ان هي، وممكن يحصل الانقلاب على مجتبي، وممكن يهرب مجتبي، ممكن امور كتير جدا تحصل هناك. لكن تعمد النشر هو اشاره واضحه من الحرس الثوري بانه شمخاني على الدور لرجاني، وفي رئيس ايراني سابق هيتم الزج بيه في قضيه تجسس وتوريطه،
هنا الصراع بين الفرس والعرب وأيضا المعتدلين والمتشددين هناك، الأمر هناك هيكون صعب جدا، استقطابات. وما ننساش هنا أن علي شمخاني مواليد 1955 أعتقد من أبرز يعني من أبرز أتباع شخصيات معينة في يعني في النظام هناك، ولكن هو من عرب الأحواز. علي شمخاني من عرب الأحواز، وإن هو يعني ليه عنده ظهير قوي قبلي هناك علي شمخاني، ولكن واضح جدا هم عايزين ينتهوا من الشخصيات اللي هي ليها أصول عربية، هم عايزين اللي هم الفارسيين بس ان هم يكملوا، ده واضح جدا الأمر ده. عايز أقول لكم برضو انه يعني حتة تلصق التهمة بان هو شخص جاسوس علي رضا أكبري او علي شمخاني، كل دي أمور ملفقة، ولكن الغريب هو التصريحات وزير الخارجية البريطاني يعني ان هم بيحتووا أسرة علي رضا أكبري، ولان هم واضح ان هم عندهم يعني عندهم الجنسيه مش عندهم الاقامه فقط، وان هو بيطالب بعدم اعدامه، وفي تسريبات ان هو تم اعدامه فعلا، وفي الاخبار الوارده من الصحف والمواقع الرسميه الايرانيه بتقول ان هو صدر الحكم باعدامه ولكن لم يتم تنفيذه حتى الان. النظام الملالي لا، طالما هو خد يعني اجراء في الصراع على السلطه هناك، وان الاهداف بدات من 10 اشهر بازاحه علي رضا أكبري، طبعا في ناس ممكن تفكر وتقول طب الثورة من 4 أشهر أو 5 أشهر، وعلي رضا أكبري ده تم القبض عليه وتلفيق التهم عليه من سنة تقريبا، طب إزاي وهو الصراع على السلطة أصلا من حوالي 4 أشهر فقط؟ لا، النظام الملالي يعلم جيدا منذ عامين تقريبا أنه الخامنئي المقبور، أنه مجتبى عايزين يصعدوه، وان مجتبى كان هو اللي بيتحكم في السلطة، هو اللي كان بيصدر القرارات، وهو اللي كان بي 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 بيزيح من الاطلاعات ويزيح من يعني اللي هو رئيس استخبارات الحرس الثوري، وشخصيات مهمة جدا هو اللي كان بيتحكم فيها وبيزيح ده وبيزيح ده. فكان في صراعات داخلية من بدري، يعني هي ظاهرة منذ اكتر من عام وعامين كمان. فلما حصل أكتر اليومين دول موضوع الثورة وإنه انفجار الوضع الداخلي وعدم تنفيذ الاتفاق النووي، أمور كتيرة جدا بتحصل، وعلم النظام الملالي إنه تم قراءة الفاتحة عليه وإنه هو لم يرد لي البقاء، وإنه الصراع في البيت الأبيض إنه يعني تحسين سلوك النظام الملالي والإبقاء عليه، والنص الثاني في البيت الأبيض لا مش عايزين أصلا النظام الملالي، وان هو أدى دوره ويأتي من بعده، وان هم عايزين من المعتدلين يجيبوا الأرجاني، يجيبوا أي شخصيات أخرى، أو ممكن يجيبوا أحمد نجاد، ممكن يعني وارد كل شيء وارد، الشخصيات اللي هي أو مريم رجوي، أيا كانت الشخصيات في الآخر ان هم عايزين حد ان هو يتابعه. عايز أقول لكم انه أيا كانت مين اللي هيقود النظام الملالي أو اللي هيقود إيران، اسلوب ايران واحد مش هيتغير. عايز اقول لكم انه كان في اجتماع لقمه عربيه سنه 64 اعتقد، وكانت القمه دي طبعا كان الرئيس عبد الناصر ساعتها كان هو يعني الشخصيه الاكثر تاثيرا في الوطن العربي، فكان في صحيفه من الاحواز بتطالب انه عوده الاستقلال للاحواز لانها عربيه مش ايرانيه، وانه ما لهمش اي حقوق، وان هم ما عندهمش حقوق، الكلام ده سنه 64، وانه بيتعرضوا لطغيان وقمع كبير جدا. يبقى الكلام ده من ايام الشاه، الكلام ده من سنه 64، الكلام ده من اكتر من 55 سنه، اكتر من 55 سنه او لا يعني ما يقرب من 69 سنه، يبقى هنا الامر 59 سنه عفوا، يبقى هنا الامر هنا تعدى انه النظام الملالي بس هو اللي مجرم وقمعي، لا هو اسلوب ايران واحد يعني الشاه او اي كان، لكن طبعا الملالي كان اكثر ايديولوجيه وقمعا، وان هو يعني جه اللي هو زود الطين بله يعني اكثر، ولكن مش هيتغير الاسلوب، مش هيتغير، الاصلح
هو تقسيم. الأصلح أنه زي ما إيران بتستخدم الأسلوب وأن هي بتستخدم زرائعها الحوثيين وأحذيتها في المنطقة، إحنا لازم يتم دعم الأحواز البلوش. وعلى فكرة البلوش عملوا إزعاج كبير جدا للنظام الملالي، عملوا إزعاج كبير جدا، البلوش عاملين إزعاج أيضا برضو الأحواز شوية، ولكن أعتقد دعم الأحواز عسكريا لاستقلالهم أفيد للدول العربية في المستقبل، أفيد في المستقبل. إذا كان سقوط النظام الملالي حتمي وهيكون في خلال آخر هذا العام أو نصف هذا العام أو في الفترة القادمة طبقا للمعادلات الإقليمية والنظام العالمي الجديد تسريعه أو تبطيئه، لكن الأحواز مهمة جدا إن هي يعني تستقل لإضعاف يعني الكيان الفارسي، إضعاف إيران نفسها، وده مهم جدا. طبعا الكلام ده هيبقى صعب جدا لأنه الغرب هيقف ضد ده، ولكن الدعم بالأسلحة وإن أنت يكون ليك كلمة عليا في المنطقة هيكون أفضل ليك ترسيخ لدعم قوتك أكتر، وإنه هتستقطب يعني الدولة العربية حتى لو كانت صغيرة. والأحواز دولة هتكون دولة بترولية كبيرة جدا، وهتكون دعم جدا لأمان المنطقة الخليجية، لكن أنا عارف طبعا إنه ده ضد مصالح الغرب عامة وأمريكا وبريطانيا، ولكن إن شاء الله ممكن الأمور تتغير للأفضل، وما يعني ما ننظرش للأمور بقتامة كبيرة جدا. حافظ الله الدولة العربية، ودايما نسعد بصراع الأفاعي على السلطة في إيران وتأكل النظام الملالي وسقوطه المقرب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه.